متابعي الصفحة الرسمية للمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة بمدينة زغ، متابعي الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي لمسرح الطفل زغ أونسايد، سعيد أن أقدم أطوار هذه الدورة وهي الدورة 21 لهذا المهرجان والذي يأتي في هذه الظروف الصعبة التي فرضت علينا جائحة كورونا. إذا كما تعلمون قررت وزارة الثقافة لضمان استمرارية لهذا المهرجان أن تنظم هذه السنة هذه الدورة بطريقة افتراضية، أي أن جل الأنشطة الثقافية لهذه الدورة ستمر عن بعد. ولكن في البداية اسمحوا لي أن أعود شيئا ما إلى الوراء وأقدم لكم بعض اللحظات القوية من بعض الدورات الخاصة بهذا المهرجان. إليكم هذا الرابط. السنة ضيوف هذا المهرجان يتضمنون بطبيعة الحال مشاركة مجموعة من الدول بما فيها فرنسا، إسبانيا، روسيا، السعودية، مصر، وروسيا، تركيا، تونس، والصين الى غير ذلك من ديال المهرجان. في الحقيقه في الاول ما كنتش كنتصور غادي يكون هذا النجاح، بكل صراحه صدقنا فكره اخرى، صوره اخرى اللي عطات بان نجح كما كنت كنقول للاخوان المنظمين. دابا راه نجح مجلس جهة فاس مكناس والجامعة الحضرية لتزايل تعزيز التواصل وتبادل التجارب المسرحية بين مختلف الفرق المسرحية المشاركة. وستعرف هذه الدورة إلى جانب العروض المسرحية تنظيم ورشات في مجال الفن الدرامي وعروض فنية وأنشطة فنية لفائدة الأطفال. وتمنيتنا إن شاء الله أن نعود إلى هذه الحميمية وتكون الدورة 22 بعد أن يرفع الله عنا هذا الوباء أن نلتقي فيها حضوريا ونلتقي فيها بمجموع الفرق التي دائرت أن تشارك لنا كل سنة هذه الاحتفالية، وأن نرحب بجمهورنا وخاصة منه الناشئة التي هو هذا المهرجان خلق لأجلها. إذن وبداية أعطي الكلمة للسيد عبد العالي الصباري المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة بمدينة زازا في كلمة افتتاحية لهذه الدورة، فليتفضل. مشكورا. مساء النور لكل متتبعي أنشطة المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة بتازة، ومساء النور لكل المهتمين بالشأن المسرحي بالإقليم وفي ربوع المملكة. طبعا هذا اللقاء يأتي في إطار افتتاح الدورة 21 للمهرجان الدولي لمسرح الطفل. هذا المهرجان الذي
اعتبره في وزارة الثقافة محطة أساسية تساهم في ترسيخ القيم التربوية والفنية، وأيضا ترسيخ صورة المغرب كبلد للانفتاح والتسامح والتعايش بين الثقافات والأديان. طبعا هذه الدورة 21 تأتي في ظل ظروف صحية فرضتها علينا جائحة كورونا، وطبعا تمشيا مع القرارات الاحترازية وحالة الطوارئ، قد قررت الوزارة بطبيعة الحال أن تنظم هذه الدورة عن بعد كباقي المهرجانات الأخرى، ونحن نعلم أن هذه الوسيلة في جعل جمهور الناشئة يتابع عروضنا المسرحية من بين الوسائل التي نجدها ليس كبديلا أو كبديل، ولكن هي بمثابة منفذ يجعل الوزارة تحافظ على استمرارية المهرجان، وأيضا حتى لا يفتقد هذا المهرجان جمهوره وهو جمهور الناشئة الذي هو متعطش دائما لمشاهدة عروض هذا المهرجان. طبعا هذه الدورة ستعرف مشاركة مجموعة من الدول، وهي 4 دول، وهي الصين وكولومبيا والهند وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى عرضين محليين من مدينة التازة، وأربع عروض لفرق وطنية. كما سيعرف هذه العروض طبعا سيتم بثها على صفحة المديرية الإقليمية وصفحة المهرجان. ثم هناك مجموعة من الأنشطة الموازية سيعرفها المهرجان، وهي ارتئينا أن تكون حضورية مع اتخاذ إجراءات لازمة بالتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع اعتماد النمط التعليمي الجانبي للعمل في ظل هذه الظروف. وبطبيعة الحال سنعتمد عددا قليلا من الأطفال ومن الأطر الذين سيتابعون هذه الأنشطة الموازية. أذكر منها ورشات في الكتابة المسرحية، ورشات أيضا في التشخيص المسرحي للطفل، وورشة أيضا لتخص عروض في الحكاية للأطفال. لن ننسى أن ورشة الكتابة المسرحية للطفل ستخص أطر التربوية والمنشطين بالمؤسسات التعليمية خاصة التعليم الأساسي. إذن باسم وزارة الثقافة والشباب والرياضة نفتتح الدورة 21، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة وعلى إلحاحه بتنظيم هذه الدورة، وطبعا حتى لا تصادر كورونا حقنا في التعبير وفي استمرار عملنا الثقافي الذي نقوم به في المديريات على المستوى الوطني. فشكرا للسيد الوزير،
ثم ايضا توجه بالشكر للقطر قطر المديريه الاقليميه الصاهره على الجانب التقني من تسجيل وتصوير وبث هذه الانشطه وهذه العروض التي تقوم بها المديريه، سواء تعلق الامر بالمهرجان او غيره من باقي الانشطه الاخرى. وشكرا للجميع. شكرا للسيد عبد العالي الصباري المدير الاقليمي لوزاره الثقافه والشباب والرياضه قطاع الثقافه بمدينه تازا على هذه الكلمه الافتتاحيه والشامله. وكما جاءت في كلمتي فهذه السنه ان شاء الله ستستضيف مدينه تازا عن طريق هذه الدوره التي هي دوره افتراضيه دول الصين، الهند، بوركينا فاسو والمغرب البلد المنظم. ولكن هذه الليلة سيكون إن شاء الله الافتتاح بدولة الصين، هذه الدولة التي سبق وأن شاركتنا في بعض الدورات من هذا المهرجان. وتعلمون أن الصين لها تجربة كبيرة في هذا المجال الإبداعي الخاص بالناشئة. وتمنيتي لكم بفرجة ممتعة وإلى لقاء قريب بإذن الله.